عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة تتابعون فيها. تسجيل 123 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب ترفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 14730 حالة. الالتزام بالتدابير الاحترازية ضروري لمنع تفشي الوباء. جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء تفعل مقاربة النوع من خلال تعيين كفاءة نسائية في مناصب المسؤولية. كفاءة العناصر النسوية مكنتها من تحمل المسؤولية في الحقل الأكاديمي. زراعة وتسويق الزعفران من السلاسل الفلاحية التي تلقى اهتماما كبيرا بالمناطق الجبلية لإقليم أزيلا. تثمين إنتاج الزعفران يلامس معيش المواطنين ويساهم في تنويع الأنشطة الفلاحية. المديرة للدخل والمحدثة لمناصب الشغل. أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية أنه تقرر بعد استشارة السلطات الصحية والإدارية إعادة فتح المساجد تدريجيا في مجموعة تراب الوطني لأداء الصلوات الخمس، وذلك ابتداء من صلاة الظهر يوم الأربعاء 23 للقعدة 1441 هجرية الموافق للخامس عشر يوليوز 2020، مع مراعاة الحالة الوبائية المحلية وشروط المراقبة الصحية التي ستدبرها لجان محلية بأبواب المساجد. وأوضح بلاغ للوزارة أن المساجد ستظل مغلقة بالنسبة لصلاة الجمعة إلى أن يعلن في وقت لاحق عن التاريخ الذي ستفتح فيه لأداء هذه الصلاة. وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بهذه المناسبة على أن مراعاة المصلحة الشرعية من عدم إلحاق أذى العدوى بالآخرين تقتضي من كل شخص يحس بأعراض الوباء عدم التوجه للمسجد. وشددت الوزارة في بلاغها على وجوب حرص المصلين في المسجد على إجراءات الوقاية، ولا سيما وضع الكمامات ومراعاة التباعد في الصف بمسافة متر ونصف بين شخص وشخص إلى حين توفر شرط تراصي الصفوف. كما أكدت الوزارة على ضرورة تجنب التجمع داخل المسجد قبل الصلاة وبعدها، وتجنب المصافحات والازدحام لا سيما عند الخروج، مشددة على ضرورة تعقيم اليدين بمحلول متوفر بباب المسجد وقياس الحرارة من طرف شخص مكلف، والحرص على استعمال السجادات الخاصة واستمرار إغلاق المرافق الصحية بالمساجد. في شأن التشريعي، يعقد اليوم البرلمان بمجلسه جلسة عامة مشتركة تخصص لتقديم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لمشروع قانون المالية المعدل. وحسب بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان فإن هذه الجلسة ستنطلق على الساعة 6 مساء بالقاعة الكبرى للجلسات بمقر مجلس النواب. تقديم الحكومة لمشروع قانون مالية معدل مبادرة إجرائية لتجاوز تبعات أزمة كورونا وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني من خلال تصحيح التوقعات والحفاظ على المكتسبات. المشروع جاء بتدابير استعجالية لإرساء الثقة ودعم مناخ الأعمال. رشيد أكل. عندما لجأت الحكومة إلى إخراج قانون مالية تعديلي فلأن الظرفية كانت استثنائية بسبب جائحة كورونا، اضطغت الضبابية واللياقين على مؤشرات الزمن المالي، وجاء المشروع كوصفة بديلة لحلحلة إشكالية المؤشرات المرتبطة بشقي التحصيل والإنفاق لعلها تجنب الاقتصاد الوطني ولو نسبيا صعوبة الظرفية. هذا يعني قانون المالية التعديلي هو قانون مالية جاء للإنقاذ وللتعافي، من أولا من أجل يعني إنقاذ السنة الاقتصادية، وكذلك محاولة يعني تحقيق ما يصطلح عليه بلو موديل، يعني نموذج التعافي على شكل U، أو ما يصطلح عليه U shaped recovery. هذا التعافي على شكل U معناه لأنه ابتداء من الفصل الرابع وفق منطق قانون المالية الحالي سنبدأ في التعافي وفي الخروج نسبيا من الأزمة وإعداد الشروط من أجل يعني بداية يعني الخروج من الركود ابتداء من الفصل الأخير والسنة المقبلة. قانون المالية سوف لا يغير مسائل رأسا على عقب، فهو ربما سيسمح بأخذ بعض التدابير لمواجهتها بشكل ظرفي كما ورد في المشروع، مثلا تنشيط الاقتصاد لتدعيم الاستثمارات العمومية، وهذا شيء هام جدا بما له من آثار على القطاع الخاص وعلى النشاط الذي يقوم به القطاع الخاص، ثم دعم الاجتماعي.
المرتكزات الثلاث لمشروع الميزانية المعدلة شملت مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل ثم تسريع الإصلاح الإداري، خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني وحماية التشغيل من خلال دعم ومواصلة مشاريع الاستثمار العمومي باعتباره ركيزتها الأساسية. الحكومة مشت في التوجه ديال أنه الاستثمارات أو المشاريع الاستثمارية اللي هي بادية وما يمكنش توقف خصها تستمر وتكمل. علاش؟ لأنه شي مرات ملي توقف الاستثمار ملي تتبغي تزيد عاود تديماريه تيكون عندك نفقات أكثر وربما تقدر تخسر ما تم استثماره في الأول وتقام عليك يعني مشروع استثماري بتكلفة أكبر من أنه إلى استمرتي. ثانيا يعني مثلا بعد يعني المسائل أو المشاريع الاستثمارية اللي هي موضوع اتفاقيات موقعة أمام جلالة الملك واللي هي تستجيب لضرورات مجتمعية كبيرة وملحة فهي غادي تستمر. يجب على مقتضيات هذا قانون تعديل المالية أن يكون متناغما مع انتظارات الفاعلين الاقتصاديين، يجب أن يكون متناغما مع الأولويات فيما يخص القطاعات الحيوية، الصحة، التعليم، التحول الرقمي. مشروع قانون المالية التعديلي ينتظره مسار 15 يوما للبت فيه داخل قبة البرلمان، 8 أيام بمجلس النواب و4 بمجلس المستشارين، و3 أيام في قراءة ثانية بالغرفة الأولى. في جديد الحالة الوبائية، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 123 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى 10 من صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 14730 حالة، وارتفع عدد الحالات التي تمثلت للشفاء من المرض حتى الآن إلى 10848 حالة بعد تماثل 209 حالات جديدة للشفاء، فيما استقر عدد حالات الوفاة عند 240 حالة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطة المغربية بكل وطنية ومسؤولية. بمدينة فاس ترتاد الساكنة الأماكن العمومية وتقصد الفضاءات الخضراء للترويح عن النفس والبحث عن لحظات انتعاش لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، ومهما كانت الوجهة يظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية أمرا ضروريا لمنع تفشي فيروس كورونا. روبورتاج إيمان سلاوي، مصطفى الزاهري وعبد الحنين الجميعي. يقول الشاعر الراحل محمود درويش عن القهوة أنها لا تشرب على عجل، القهوة أخت الوقت تحتسى على مهل. في زمن كورونا بمدينة فاس يرتاد المواطنون المقاهي بشكل طبيعي، لكن الوباء فرض التباعد بين الكراسي، قلت حدة التجمعات، ومع ارتداء الأقنعة والكمامات أصبح الكلام من وراء حجب. المفرح في الأمر هو تقبل المواطن المغربي لهذه السلوكات الجديدة، وهو يعي جيدا أنه بعض المعايير من قبيل مثلا التباعد الاجتماعي، سبل الوقاية، الحرص على النظافة، هذه أصبحت جزء لا يتجزأ من السلوكات اليومية. ما زال الوباء مستمر، وحنا الحمد لله ما زال مستمر مع الوقاية، ما زالت الوقاية، الكليان في الباب سنعقموا عاد يدخل، الكليان اللي ضمن الطبلة سنعقموا الطبلة، التعقيم دائما عندنا في البلاطو في الدينا. بالعاصمة العلمية تنسج الشمس خيوطها ويبحث المرة عن مكان للتنزه، حديقة أمريكا اللاتينية، هنا جمال الطبيعة رواؤها وحسنها، سكنت كل الأصوات إلا صوت العصافير، فالحدائق هي المكان الأنسب لمن يمتدح عيش العزلة. واخا داف هذه الحراره، ولكن خصك ضروري واحد المنتزه فين واحد الفضاء عموما اللي تقدر تنتعش فيه وتقدر تميزاجيري راسك وتكون مزيان اون فورم مع ينتقل الزوار بين ظلال الاشجار ملتزمين بالتباعد الاجتماعي وبكافه اجراءات السلامه. بالنسبه لهذا المنتزه تنجيو تنمارسو فيه شويه ديال الرياضه، تنفوجو تنبدلو الجو شويه وكنقتلو الستريس ديال النهار اللي كنقيلو ناعسين جالسين معهم، كاين دابا لا قرايه لا والو، كنقتلو بالفرا كنديرو شويه كنمارسو شويه ديال الرياضه وصافي. الجو رائق لا يعكر صفوه اي شائبه، مهما تنوعت الوجهه التي يختارها المواطنون تبقى الحيطه والحذر امرا ضروريا في الفضاءات العموميه، فخطر الوباء لا زال قائما.
جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء تفعل مقاربة النوع من خلال تعيين كفاءات نسائية في مناصب المسؤولية. إلى جانب رئيسة الجامعة تم تعيين كاتبة عامة بالجامعة ومناصب أخرى كانت حكرا على الرجال. كفاءة العناصر النسوية مكنتها من تبوؤ مناصب المسؤولية في الحقل الأكاديمي. فاطمة تبوت وعاشور بن مسعود. مقاربة النوع تبرز في توزيع المهام حسب الجنس وتكافؤ الفرص في الوصول إلى المسؤوليات والمشاركة في اتخاذ القرارات. داخل جامعة حسن الثاني بالدار البيضاء تعتبر النساء جزءا لا يتجزأ من المجال الاقتصادي التنموي، وقد كان الوعي بهذه المسألة أساس تعيين كفاءات نسائية في مناصب المسؤولية. كمسؤوليه كنت متعوده على غير هو طريقه الاشتغال كتغير لان الاشتغالات والمهمات كيتكاثروا. اما كمسؤوله كانت عندي تجربه الحمد لله، اشتغلت مع الرجال ومع النساء ما كنحش بشي تغيير. عندنا اولاد عندنا ابناء كنديروا حتى حنايا اشغال بيتيه كنطبخوا، مساله عاديه غير تنظيم الوقت. يعني راه كي ملي كيكون واحد البارطاج في الشغل راه ما كنظن ما كاين حتى شي اشكال. حنا دابا كنتعاملوا مع الكفاءات، كفاءات كسوى رجاليه ولا نسائيه. تعيين كاتبة عامة بجامعة حسن الثاني هي سابقة في مجال المشاركة في مناصب القرار بالجامعة، وذلك اعتمادا على الكفاءة. هذا التعيين هو بالنسبة لي تشريف، ولكن بالنسبة لي أكثر هو التكليف، لأنني هي مسؤولية على عاتقي باش نساهم في مشروع سيدة رئيسة جامعة حسن الثاني اللي كيهدف بالأساس إلى رقمنة الجامعة وتطوير الكفاءات والموارد. بغينا نزيدوا بالبلاد القدام، دونك المرأة والرجل بجوج بهم سي لابخوش كومبيتونس، هي الكفاءة اللي كتحكم. المقاربة بالكفاءة هي اللي كتخلي المشاريع كتحقق، ما كتبقاش على الورق، مي كتحقق في الواقع. ترسيخ هذا المبدأ ينصب أساسا مما ركمه المغرب من تجارب في تأهيل المرأة وتحميلها المسؤولية في عدة مناصب كان آخرها اقتحامها مجال العدول. للحديث حول هذا الموضوع نربط الاتصال بالسيدة عواطف حيار رئيسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. أهلا بك سيدتي. شكرا جزيلا، شكرا على الاستضافة. مرحبا أستاذة، ما هو تقييمك لمقاربة النوع داخل الجامعة وما هي التدابير الواجب اعتمادها للرفع من تمثيلية النساء في مناصب المسؤولية؟ شكرا جزيلا. فأولا الحمد لله في بلدنا هناك يعني اهتمام بالمقاربة النوع، وتحت يعني استجابة للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، يعني هناك اهتمام بالمرأة، فتنشوف مدونة الأسرة، تنشوف عدد من القوانين التي تشجع على طبعا إشراك النساء في الشأن المجتمعي وفي الشأن وفي القرار. لكن من تنجيو تنشوف يعني الوضع الاستاتيستيك تلقاو باللي مع ان 50% تقريبا ديال النساء في المجتمع، فكنلقاو فقط 21% اللي هي كتشتغل مقابل 71% من الرجال. وكنلقاو ايضا يعني عدد من الدراسات اللي قامت بها الاش سي بي واليونايتد نيشن يعني الامم المتحده للنساء وعدد من الدراسات اللي كتبين كما قلت في نفس الوقت بأن المغرب مهتم بهذا الموضوع، بأن تقريبا 163 مؤشر حول وضعية النساء هي فيها 99 كينتجها المغرب ومتواجدة في دراسات ديال الـ HCP يعني الـ كوميساريا دي بلون. فإذا هذا كيشرفنا، ولكن النتيجة كما قلت فقط 21% اللي كتشتغل و 71% من الرجال. ومن تنجيو نشوفوا مثلا المناصب العليا أو مثلا غير في ما يخص المقاولاتية، هناك دراسة كتقول فقط 10% من النساء اللي كيخلقوا مقاولات. وإلا مشينا للمناصب العليا هناك دراسة كتقول باللي في الشركات اللي يفوق يعني رأس المال ديالها 2 ملايير عندنا فقط 2% من النساء، مقابل يعني 5% بإفريقيا يعني بالقارة ديالنا، وفيها تقريبا 13% اللي هما في لي بوست دو ديريكسيون يعني المراكز الإدارة، مقابل 23% في إفريقيا وفقط 8% في برأيك أستاذة حيار، ما هي معايير التوظيف والتعيين التي يمكن أن تساهم في الرفع من فرص النساء لتقلد مناصب المسؤولية؟
طبعا غير اللي بغيت نقول باللي في جامعة الحسن الثاني كنلقاو نفس الأرقام، أن النصف ديال الطالبات 50%، ولكن تنجيو للمناصب تلقاو فقط ما بين 8 أو 10% المناصب العليا في الجامعة اللي كتشغلها النساء في لي بوست. فهذا يعني لازم نعملوا واحد المجهود، وأنا يعني المشروع ديال جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء جا باش يعزز هذه المقاربة ديال النوع. وأول يعني واحد القرار مهم تاخذ في أول مجلس الجامعة في جويي 2019 فاش توليت المنصب، هو أن خلق لجنة ديال المناصفة والمساواة اللي كتشتغل حاليا على صعيد الجامعة باش تعزز هذه المقاربة ديالنا، وتخلي أن الفضاء الجامعي اللي فيه الطالبات والطلبة يكون واعي بهذه المسألة هذه، ويكون يعني كيشتغل. وأيضا مسالك، هناك مسالك ديال الجامعية اللي تم الخلق ديالها اللي كتعزز هذه المقاربة وكتخليها تكون مسألة بديهية. ماشي معقول أن يعني المجتمع هو 50% وكما قلنا الطالبات، وفي القرار تلقاو اختلاف. اللي بغيت نقول غير واحد العامل آخر اللي نقدروا نضيفوه هو لو ترافاي ا ديستونس. فمثلا كيجيو عدد من النساء كيقول مثلا تيكون ظروف ك لا مير او فويي مثلا، ولكن هذاك بالبلو تيلي ترافاي اللي شفنا الشغال عن بعد بان لينا في الفتره ديال هذه الجائحه ديال الكورونا بانه تري افيكاس، يعني كيعطي نتائج يعني انتاجيه جد مهمه. فممكن نرتكزوا على هذا لو تيلي ترافاي باش نخلي واحد العدد من الامهات اللي هما طبعا كيشتغلوا في البيت من البيت ديالهم، وكيقدروا داك الساعه يرفعوا من نسبه ولوج النساء الى بغيتي تقول للنشاط لاكتيفيتي بروفيسيونيل، مع طبعا الاهتمام بالبيت ديالهم. وخصنا ايضا ربما نمشيو في الكوتا، هذا مهم كانت التجأت ليه الولايات المتحده الامريكيه باش نعطيو واحد القدر للنساء في الرياده، لان ملي كنطلعوا للرياده الليدرشيب القرار مراكز القرار ما تلقاوش النساء. فلازم تكون كنظن انا في الاول في اول مرحله لازم تكون واحد الكوتا اللي كتشجع النساء، طبعا مع الكفاءه، لان الكفاءه هي المعيار الاول. ولكن باش نشجعوا النساء لازم كنظن تكون واحد الحصه مخصصه للنساء حتى يتم. الفكره واضحه سيده عواطف حياة رئيسه جامعه الحسن الثاني بدا لك جزء الشكر على مشاركتك معنا في نشرة الظهيرة، كنت معنا مباشرة من المحمدية. بمختلف جهات المملكة تتواصل لليوم الثالث امتحانات البكالوريا للمسالك العلمية والتقنية والمهنية وسط تدابير وإجراءات احترازية ضرورية وملزمة لمنع تفشي فيروس كورونا. يجتاز هذا الصباح المترشحون والمترشحات آخر الاختبارات. من أكادير نتابع ربورتاج حيجب التامك ونوردين صابر. اليوم هو آخر يوم في عمر امتحانات البكالوريا بالنسبة للقطب العلمي والتقني لهذه السنة. الامتحان تم إجراؤه في ظروف جيدة مع التقيد بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية. بالنسبة لعمل امتحانات مزيانين كحضر منا جميع وسائل الوقاية وديال التباعد الاجتماعي. بريبارينا زعما كنبريباريو كل نهار مع اساتذه ديال المدرسه ديالنا، وعاوتاني كنبريباريو راسنا، دونك تعلمنا بزاف عاوتاني ديال الحوايج اللي منهم المسؤوليه، وتعلم تحفظ راسك وتقرا راسك وتجيب المعلومه لراسك. و هاد الثلاث ايام ديال الوطني دازت مزيان. الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماس عملت منذ بداية هذا الاستحقاق التربوي على تسخير كافة الظروف الملائمة لضمان سلامة المترشحين والمترشحات والأطر المشرفة على هذه العملية. بشكل عام كان هناك انضباط من طرف المترشحين، هناك احترام أوقات الدخول والخروج بحيث لم يسجل تأخر في الالتحاق بالمراكز أو شيء من هذا القبيل أو ارتباك في الإنجاز. يعني كان هناك تنظيم محكم وانضباط محكم من طرف الجميع والكل امتثل للقواعد الموصى بها سواء على المستوى الصحي أو على المستوى التربوي. جدير بالذكر أن على صعيد جهة سوس ماس اجتاز امتحانات البكالوريا دورة 2020 35,931 مترشحا ومترشحة موزعين على 139 مركزا. موجة حر تشهدها العديد من مناطق المملكة اليوم وغدا حسب نشرة خاصة من المستويين الأحمر والبرتقالي للمديرية العامة للأرصاد الجوية.
تتراوح درجات الحرارة اليوم بين 43 و49 درجة بجنوب ووسط وشرق المملكة. وبخصوص توقعات يوم غد الخميس، فاد البلاغ بأن درجات الحرارة ستتأرجح ما بين 43 و46 درجة بأس الزاق وبجدور وسمارة ووادي الذهب وطاطا، فيما ستتراوح ما بين 40 و43 درجة بكل من قلعة سراغنا والفقيه بن صالح وخريبكة. الطقس الحار سيستمر ليوم الجمعة بجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية. في المجال الفلاحي، زراعة والتسويق الزعفران من السلاسل الفلاحية التي تلقى اهتماما كبيرا بالمناطق الجبلية لإقليم أزيلال. تثمين إنتاج الزعفران يلامس معيش المواطنين ويتماشى مع فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية لتنويع الأنشطة الفلاحية المدرة للدخل والمحدثة لمناصب الشغل. من أزيلال نتابع ريبورتاج أحمد العلوي، عبد العالي عياد ويوسف الشركي. دار الزعفران بأزيلال فضاء أنشئ بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، غايته تثمين وتسويق الزعفران والمنتوجات المجالية لعدد من التعاونيات المحلية. مشروع ساهم أيضا في تشغيل طاقات وكفاءات نسائية محلية. الغرض الأساسي من فضاء دار الزعفران فهو تسويق منتوج الزعفران كمنتوج وكبدة أولية والمنتوجات المجالية الأخرى، لخلق فضاء تضامن اقتصادي لتعاونيات الأخرى وتشجيعهم من أجل الإنتاج والتسويق المنتوج. هذا دار الزعفران وفرت لي فرصة للشغل أنا ومجموعة من البنات أو زميلاتي في العمل، وهذا شرف لنا باش نشرفوا بالمرأة القروية، ولنا أننا نكون واحد الإضافة في المجتمع. الاهتمام بزراعة وتسويق منتوج الزعفران أو الذهب الأحمر بالإقليم جاء كبديل اقتصادي وفلاحي يتوخى المساهمة في تحسين الظروف المعيشية لساكنة المناطق القروية. فكرة التنمية تاع مشروع تاع الزعفران على مستوى إقليم أزيلال جاءت في إطار تنويع تاع المنتوجات الفلاحية بهدف خلق فرص الشغل والنهوض من المستوى المعيشي للفلاحين وخاصة الصغار منهم. في هذا الصدد تم إعداد اتفاقية شراكة وتم التوقيع عليها. الهدف منها هو تهيئة واحد تقريبا ما يناهز 350 هكتار من الأراضي الفلاحية الخاصة لهذه الزراعة هذه. مشروع دار الزعفران بأزيلال هو وسيلة ناجعة لتثمين هذه المادة الغذائية النادرة ورافعة لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. الحديث حول هذا الموضوع نربط الاتصال بالسيدة فاطمة أمجار مديرة منتزه جيوبارك مجون بأزيلال. أهلا بك سيدتي. شكرا على الاستضافة. مرحبا. بداية سيدة أمجار، هل قربتنا من القيمة المضافة لدار الزعفران في تسويق وتثمين المنتوجات المجالية؟ بالنسبة للقيمة المضافة لدار الزعفران، يعني كما تعلمون أن يعني التسويق يعد من أهم يعني العوائق اللي يعني كيلقاوها الفلاحة في تسويق المنتجات ديالهم وفي التنمية ديال هذا المنتوج والنهوض به. يعني كنا كنشوفوا غالب الفلاحة كانوا كيبيعوا يعني المنتجات ديالهم يعني في الأسواق في السوق وعند الوسطاء، وهاد الوسطاء كانوا كيديهم الأسواق يعني في المدن الكبرى، يعني في المدن الكبرى، يعني هذا المنتوج ولا كيفقد يعني الجودة ديالو وكيفقد القيمة ديالو وأيضا الهوية ديالو. لذلك يعني جاء دار الزعفران لإعطاء القيمة لهذا المنتوج المحلي ويتباع باسم إقليم أزيلال أيضا. وكذلك حنايا كنحاولوا باش نحيدوا هاد الوسطاء وكنحاولوا أن هذا هامش الربح يبقى يعني الفلاحة، وكنشجعوهم على الإنتاج وكيخدموا بكل أريحية وعارفين باللي أن ما بقاش عندهم هذاك المشكل ديال التسويق. سيد أمجر، ما هو الواقع الاقتصادي والاجتماعي لهذه التعاونيات على المرأة القروية؟ يعني بالنسبة للواقع الاقتصادي كما تعلمون يعني من بعد المجهودات ديال الدولة يعني في مواكبة التعاونيات، يعني الآن أصبحت التعاونية تلعب دورا مهما يعني في إدماج المرأة القروية في الاقتصاد التضامني والاجتماعي، يعني حيث أنها الآن يعني أصبح عندها واحد دخل محترم اللي كتعاون به يعني الزوج ديالها، وكذلك يعني أصبحت تحس أنها لديها قيمة في المجتمع وخصوصا يعني في المنطقة اللي كتعيش فيها لديها دور يعني أنها تساهم في التنمية الاقتصادية وتساهم في الإنتاج.
وحاليا يعني بفضل مشروع زراعة الزعفران يعني في الإقليم تقريبا يعني السنة الماضية تقريبا يعني استفدت 34 تعاونية، والحمد لله كانت أكثر من 10 تعاونيات اللي يعني اللي تكريات في ذاك الوقت باش أنها تستفد يعني من هذا المشروع، وهذا يبين بأنها يعني المرأة القروية يعني راه عندها اهتمام حتى هي باش أنها تساهم في هذا يعني في التنمية. طيب سيد أمجار، ماذا عن أبعاد تسويق وتطمين هذه المنتوجات المجلية على المستوى السياحي؟ يعني هنايا كنتواجدوا يعني في منتزه جيو بارك مكون يعني اللي لابيليزي باغ المنظمات اليونسكو يعني منذ سنة 2014 وكيضم تقريبا الجامعة الترابية. يعني هذا يعني في وسط المنتزه يعني كيستقطب السياحة العلمية والسياحة الإيكولوجية، والآن يعني حتى هذه المنتوجات يعني كتلعب دور مهم يعني في ترويج السياحة بالمنطقة، حيث أن هناك يعني بعض الناس اللي كيجيو من المدن باش أنهم يشوفوا الأصل يعني فين كاين المنتوج ويتلاقوا مع التعاونيات ويشريوا يعني المنتوج من الأصل. لذلك يعني في هذا الإطار يعني حتى الناس ديال أرباب يعني الناس اللي كيخدموا في السياحة كيستفدوا، لأن هاد الناس اللي كيجيو. جدا سيدة فاطمة أمجار مديرة منتزه جو بارك مجون بأزيلال، لك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة من أزيلال. سلسلة التين من بين السلاسل التي تم توسيعها وإنشاء وحدات لتثمينها على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، وهي من بين الفواكه التي تعرف إقبالا كبيرا من قبل الساكنة على مختلف أنواعها. ريبورتاج فن الشكل العلوي وعبد العالي جنوني. هي عملية جني التين بدوار منكال بجماعة السحتريين بتطوان. فاكهة التين بهذه المنطقة لها صيتها، وللتين أو الكرموس بأنواعها المتعددة عشاق كثر، خصوصا التين السوداء أو ما يصطلح عليها بتطوان بالغدان. نا في هذه الفترة كنت وجدوا هنا في البلاصة ديال منكال بلاصة السحتريين، أو ممكن جني وشي الغدان والكرموس البيطة وكان يكون عليه إقبال كبير. كيمتاز يعني بالتنوع ديال التشجير ديالو والثمار، وعلى رأسهم كرموس، ومن بين وهذا الدوار كيمتاز مجموعة ديال الأصناف، وعلى رأسهم الغدان، لأن يعني هذا الغدان مشهور في هذه المنطقة. على مساحة تناهز 26 ألف هكتار تتوزع سلسلة التين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وتشملها العديد من البرامج الهادفة لتوسيع رقعة التين المزروعة وتثمين المنتوج بمختلف أقاليم الجهة، وكذا بتطوان المعروفة بجودة منتوجها. عرفت هذه الجهة توسيع وتكثيف هذا المنتوج على مساحة تناهز 7000 هكتار، وكذا بناء وتجهيز 6 وحدات عصرية لتجفيف وتثمين المنتوج. قد تختلف مسمياتها بحسب المناطق، لكن لا يختلف اثنان على فوائدها ولذتها، وخلال هذه الفترة هي سيدة الموائد، فالتين حل موعد قطفها ولا يمكن مقاومة تذوقها وأنت بالقرب من أشجارها. في صفحة الأنباء الدولية، أحبط فيتو مزدوج روسي صيني مشروع قرار ألماني بلجيكي تم عرضه على مجلس الأمن ينص على تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدة عام واحد عبر نقطتي دخول حدوديتين. واقترحت روسيا مشروعا نصا يتضمن تمديدا لآلية المساعدات الأممية إلى سوريا لستة أشهر فقط، يتم إيصالها عبر نقطة حدودية واحدة مع تركيا، ومن المقرر أن يحسم مساء اليوم بالتصويت في مصير مشروع النص الروسي. الولايات المتحدة تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، فاقت 60 ألفا ليرتفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى نحو 3 ملايين، وذلك تزامنا مع إطلاق واشنطن رسميا عملية انسحابها من منظمة الصحة العالمية. إبراهيم مرزوقي. من جديد، حذرت منظمة الصحة العالمية من تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم. المدير العام للمنظمة تيدروس أدانوم غبريسوس أعلن أمس أن 400 ألف إصابة بالوباء تم تسجيلها نهاية الأسبوع، كما أوضح أن هناك دولا تمكنت من تحقيق تقدم كبير في خفض عدد الوفيات، في حين لا زالت دول أخرى تسجل أعداد وفيات مرتفعة، خصوصا في أمريكا اللاتينية
حيث تحتل البرازيل المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات بأزيد من 63 ألف حالة وفاة. وقد أعلن أمس عن إصابة رئيسها جاير بولسونارو بالوباء. أما الولايات المتحدة الأمريكية والتي لا تزال في رأس الهرم العالمي لهذا الوباء فقد سجلت أمس أكبر حصيلة يومية للإصابات منذ بدء تفشي الوباء بها، وتمثلت في أزيد من 60 ألف إصابة جديدة، في حين بلغ عدد وفياتها حوالي 1100 شخص. وفي خطوة لم تكن بالمفاجئة، بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إجراءات الانسحاب من منظمة الصحة العالمية. وأكد مسؤول في الإدارة الأمريكية أنه تم إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز بهذا القرار. وعلى مستوى العالم بلغ عدد الإصابات بالوباء لحد الآن حوالي 11 مليون و800 ألف، بينها أكثر من نصف مليون حالة وفاة، بينما تعافى من الوباء قرابة 7 ملايين شخص. ختام المشاهدين تذكيرا بأبرز محطات الخبر لنشرة الظهيرة. تسجيل 123 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب ترفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 14730 حالة. الالتزام بالتدابير الاحترازية ضروري لمنع تفشي الوباء. جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء تفعل مقاربة النوع من خلال تعيين كفاءات نسائية في مناصب المسؤولية. كفاءة العناصر النسوية مكنتها من تحمل المسؤولية في الحقل الأكاديمي. زراعة وتسويق الزعفران من السلاسل الفلاحية التي تلقى اهتماما كبيرا بالمناطق الجبلية لإقليم أزيلال. تتبين إنتاج الزعفران يلامس معيش المواطنين ويساهم في تنويع الأنشطة الفلاحية المدرة للدخل والمحدثة لمناصب الشغل. نهاية النشرة، أشكر بقاءكم معنا، في أمان الله.